كونوا في 2023 يرحم والديكم صلحوا، إذا درتوها بالعاني صلحوها، وإذا ماشي بالعاني قولوا لنا. يعني هذا البرومو تاع الجزائر 2022 هذه في الكثير من المداخل الجزائر 2022 ألورك الشام هذا ملعب، والله هو الملعب ملا أدري، لكن ملعب جديد أردوان، من المفروض ملعب يعني جديد مدخل هذا ما عرفتوش، لكن هذه الصور تثبت هنا بأنه الجزائر 2022 إذا راهي الجزائر 2022 نزيد نأكد مرة أخرى، لأنه هذا الشان كانت بريفيو في 2022 تأجلت إلى 2023 معليش كما صارت لاكان تاع الكاميرون، إلى على بالكم واش راكو ديروا صح، إلا كان راكو غالطين صلحوها قبل فوات الأول، لأنه في 13 جونفي ما نقدروش حنا نكونوا في جونفي 2023 وأنت تكتب لي الجزائر 2022 رانا طاربعا، يعني شيء غريب ما يحدث هنا وهناك لهذه لجنة التنظيم التي كانت وراء ما سمي بفضيحة تيراج وصور لما تم استدعاء أسماء مغمورة لم نعرفها تماما في المنصة في تيراج وصور تاع كأس الجزائر وكأس إفريقيا للاعبين المحليين، ولا أريد العودة إلى ما حدث قبل بداية الحفلة، هم يعلمون وأنا أعلم والكثير يعلم، الخريطة التي كانت ثم تم تغييرها في آخر لحظة كادت تتسبب في فضيحة كبيرة، وكان حتى الصور تثبت بأنه كانت فيه فضيحة كبيرة قبل التيراج والصور تاع الخريطة خريطة إفريقيا ثم تم تصليحها في آخر لحظة.